من بعد ما شاركت نارين بيوتي ستوري لها من المستشفى قبل يومين واللي أثار الجدل آنذاك، استلمت نارين اليوم نتائج التحاليل اللي أجرتها بالمستشفى وصرحت عن سر مرضها والشوشي اللي كانت عم بتعاني منه، من بعد ما كانت خايفة من مرض السكري أو الغدة مثل ما كان يعاني أخوها شيرو سابقا، ولكن والحمد لله طلعت التحاليل إيجابية وخالية من الأمراض، فكان عندها نقص بالفيتامينات وتحديدا من فيتامين دي بشكل حاد جدا. اوكي جايز، هطلعت من المشفى عاملة فيها ممرضة ولبسة كمامة، الحمد لله طلعوا النتائج. ترى الحمد لله أكتر شيء كنا خايفين منه اللي هو مرض السكري، كل الأعراض اللي كانت عندي بتدل إنه معي هالمرض، بس الحمد لله طلع ما في شيء. طلع معي نقص فيتامين دال حاد، وكمان عندي مشاكل بالحديد، سو صفولي كذا شغلة لازم أخدها من هون لمدة 3 شهور، إن شاء الله يا رب بتحسن عليها وصار فيني كمل يومي بدون ما أكون خايفة وعلى أعصابي. يس الحمد لله. حتى شيكنا على الغدة، ما بعرف إذا بتعرفوا بس شيرو كمان كان عنده هاي المشكلة، شيكنا عليها ما طلعت تمام، سو الحمد لله ما في شيء، ما تاكلوا همي. أو جود ليتس جو اشتري أدويتي ويا. وصادف أنه غيث مروان شارك ستوريهات كمان وضح فيها سبب اختفائه، والصدفة الغريبة كانت أنه عم بيعاني من نقص بفيتامين دي. هذا ما دفع الجمهور للتعليق عن هذه الصدفة بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا قلت لكم امبارح أنه صايبني خمول رهيب، فحسب ما قالت لي أمي الدكتورة ماما، طبعا أنت ما عادة تكون دكتورة وأنت ما عادة تكون مهندسة، فقالت لي خد فيتامين دي لأنك أنت صار لك فترة ما عم تطلع بالشمس. قلت لها حاضر، مع أنه أنا مقضيها يعني تام، بس خلص أمي بتقول لي خد تحميلة من مناخيرك خلص. وفي خبر آخر شاركت ناري صورة لها على انستغرام وعلقت بي تذكروا هالصورة منيح بعد كم يوم بتعرفوا، وكأنها عم بتلمح لمفاجأة أو سر أو خبر جديد. فشو رأيكم أنتو؟ وشو سر نارين اللي عم بتخبيه عنا؟ وشو سر هالصورة؟